السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتدائي حبايبي. إن شاء الله دلوقتي هنحل مع بعض أسئلة بنك المعرفة لمادة كونكت اللي هو الإنجليزي العادي في رابع ابتدائي. قبل ما نبدأ يا ريت طبعا تسمعونا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة عشان خاطر طبعا القناة تكبر بينا كلنا. يلا بينا على بركة الله نبدأ بأول نمط من أنماط الأسئلة وهي سؤال الاختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا بيقول لي read and choose the correct answer، اقرأ واختار الإجابة الصحيحة. The bus driver needs a نقط to fix the bus، اللي هو طبعا سواق الاتوبيس محتاج ايه عشان يصلح الاتوبيس، تيتشر ولا ميكانيك ولا بيلدر. دي طبعا في الوظائف يا جماعه، يبقى الاجابه هنا طبعا هتبقى كلمه ايه؟ ميكانيك. هتبقى كلمه ايه؟ ميكانيك. طيب ذا نوت ار بيلدينج نيو هاوس، خلاص هنا اللي عايز اقول مين اللي بيبني بيتي الجديد، بيلدرز ولا تيتشرز ولا دينتستس؟ الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ بيلدرز، اللي هم البنائين. البنائين بيبنوا بيتي الجديد، البنائين بيبنوا بيتي الايه؟ الجديد. هنا بيقول وي ايت فيش ات ا بيج ايه؟ اكلنا سمك في ايه ضخم؟ ميوزيوم ولا ريستورانت ولا سكول؟ لسه بناكل فين يا جماعه؟ في الريستورانت اللي هو المطعم، ريستورانت يعني ايه؟ يعني مطعم. الكسندريا از ا نقط ان ذا نورث اوف ايجيبت، ها فيليج ولا تاون ولا سيتي؟ الكسندريا دي تبقى ايه يا حبايبي؟ ايوه تبقى سيتي، مدينه. طبعا دي معناها مدينة كبيرة، مدينة كبيرة زي بقى اسكندرية والقاهرة ولندن. تاون دي مدينة صغيرة، مدينة صغيرة، مدينة ايه؟ صغيرة أو بلدة، يعني حاجة زي بلدة كده، يعني مش هي مش قرية ومش مدينة كبيرة، بلدة. ذا ميل كارير ديليفرز ايه؟ اللي هو طبعا ساعي البريد بيوصل الايه؟ الجاربج ولا الباكجز ولا الوولز؟ يوصل ليه يا جماعه؟ ايوه يوصل الطرود، الحاجات اللي بتيجي يعني عبر الايه؟ البريد، باكجز. اوكي؟ انقط هيلبس يو ويز يور باد توث، باد توث الاسنان الايه؟ المريضه، يعني اسنان مريضه. مين هو؟ الاركتيك ولا الميكانيك ولا الدنتست؟ مين يا جماعه اللي بيساعدنا في حاله الاسنان؟ ايوه اسمه دنتست، اللي هو دكتور الاسنان. Can you write about the pros and not of the job? Pros and A and cons ولا cans ولا can؟ ها pros and A and cons، مزايا وعيوب. كلمة pros and cons، هذه كلمة cons هي دي معناها مزايا، مزايا وعيوب. مزايا وإيه يا حبايبي؟ وعيوب. خلوا بالكم من الإيه من دي، مهمة جدا. هنا بيقول لي not touch anything electrical with wet hands always ولا never ولا do. عايز اقول لك ما تلمسش حاجه كهرباء وايدك مبلوله، تبقى ايه؟ ابدا لا تلمس اللي هي never. طبعا never معناها ابدا لا، دي معناها ابدا. طب لما اقول لك افعل كذا always معناها دائما، طبعا بيجي بعد منهم الاثنين، بيجي المصدر بعد منهم، بيجي بعد منهم الايه؟ المصدر. ايه يا مستر المصدر؟ زي كلمه touch اللي هي ايه؟ يلمس. touch اللي هي ايه؟ يلمس. نكمل هنا مع بعض. بيقول لي An architect always carries a knot measure، top measure ولا tab measure ولا tape measure؟ اسمه ايه يا جماعه الشريط اللي هو القياس اللي بيشيله طبعا اللي هو المهندس؟ اسمه tape measure، اللي هو ده معنى كلمه tape measure. دي معناها ايه؟ معناها شريط قياس، شريط قياس. خلاص. هنا بيقول لي my mother never gets angry، ماما مش بتغضب. she is very patient ولا difficult ولا sad؟ الاسئله دي غايه في الاهميه، يبقى هنا هنقول patient، صبوره. ماما بتغضبش، هي صبوره، ربنا يكتب لنا الصبر جميعا. all the jobs are very ها كل الوظائف هي يا جماعه bad ولا important ولا cute؟ ها الوظائف عشان الناس اللي بتزدري بعض الوظائف، كل الوظائف مهمه، كل الوظائف ايه؟ important، مهمه، مهمة أو مهمة. In a storm لما يكون في عاصفة we sometimes see a flash of A. A flash of A morning ولا evening ولا lightning؟ ها عايز أقول إن إحنا بنشوف في العاصفة إيه اللي هو فلاش من البرق. دي طبعًا معناها إيه؟ برق. اللي هو الإيه؟ البرق. تمام؟ The Phoenix Fox. The Phoenix إيه يا جماعة؟ Fox. Has a thick A to keep warm. ها عنده A تقيل عشان يحافظ على دفئه. ها فير ولا بيك ولا فير ولا فيزر؟ ها الفينيك فوكس عنده ايه؟ عنده فير، فر، وعنده ايه يا جماعه؟ فر. هنا بيقول وتشو فود ويز اور ايه؟ ها نقول ستومك، اختاروا من اللي انا هكتبهم دول، ستومك
ولا teeth ولا eyes؟ الإجابة هنا هتبقى إيه يا حبايبي؟ ها بننضغ الطعام بالإيه؟ بالتيث اللي هي الإيه؟ الأسنان، التيث اللي هي الإيه؟ الأسنان. رقم 15 بتقول لي the roots grow not the soil. next to ولا on ولا under؟ ها الجذور بتنمو فين؟ أيوه under the soil، تحت التربة، تحت الإيه؟ التربة، مكانها الطبيعي اللي هو تحت التربة. camels are not than horses. they are about 2 meters. ارتفاعهم 2 متر، يبقى هما ايه سلور ولا فاستر ولا تولر؟ عايز اقول الجمل اطول من الحصان، تبقى تولر، تبقى ايه يا حبايبي؟ تولر. I don't drink cola، ما بشربش كولا. not I exercise every day. ها for ولا so ولا and؟ الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى and، يعني انا ما بشربش كولا وبتمرن، انا بتمرن كل يوم. خلاص. last year my friend، طبعا last year دي في الماضي، my friend went to England. played ولا worked ولا traveled؟ الإجابة هنا هتبقى كلمة إيه؟ هتبقى كلمة traveled. على فكرة كلمة traveled ممكن تبقى بال واحدة أو ممكن تبقى بدبل ال، traveled في حالة الماضي ممكن نكتبها كده برضو، كلمة traveled دي صح ودي صح على فكرة. يعني صاحبي سافر إلى إنجلترا السنة اللي فاتت. My father works on a not. بابا بيشتغل في إيه؟ he meets many tourists. بيقابل، عايز أقول بيقابل سياح كتير. factory ولا tourist boat ولا school؟ طبعا هي تورست بوت، بيشتغل على مركب سياحي فبيقابل سياح كتير. We eat breakfast in the بناكل الفطار امتى يا جماعه؟ الفطار بتبقى امتى؟ evening ولا morning ولا afternoon؟ طبعا in the morning، في الصباح، في الصباح. Plants need ايه؟ النباتات بتحتاج ايه يا جماعه؟ need ايه؟ and water to grow. sunlight leaves ولا fruit؟ ها النباتات بتحتاج طبعا ايه؟ ضوء الشمس عشان تنمو، هي والماء، الميه وضوء الشمس. We have هنا بيقول لي we have to a they help us to breathe، بيساعدنا على التنفس، يتنفس. ها nose ولا teeth ولا lungs؟ الإجابة هنا هتبقى يا حبايبي أيوة noses، اللي هي إيه؟ noses. نكمل هنا مع بعض. Birds have one a، الطيور عندها إيه؟ واحد بس. wing جناح، فيزر ريش ولا بيك اللي هي منقار؟ ايوه طبعا الطيور لها منقار واحد فقط، ريش كتير وجناحين. We use the not to make things bigger، بنستخدم ايه عشان نكبر الاشياء؟ plant cell ولا microscope ولا كلمه pan؟ ها بنستخدم ايه يا حبايبي؟ ايوه اللي هو الميكروسكوب، اللي هو الايه؟ الميكروسكوب. I eat healthy food not I exercise. make I exercise and I exercise do I exercise. واضحة قوي ان هي and بمعنى و، يعني انا باكل طعام صحي وبتمرن الاثنين. اوكي. ريم غازلز هاف بيج ايرز اند لونج ايه، الغزال الريم عنده طبعا ودان كبيرة وايه طويل. كوتس ولا هورنس ولا هوفس؟ الاجابة هنا هتبقى يا جماعة هورنس، هورنس اللي هي طبعا قرون، قرون طويل. هوبز اللي هي الحوافر. كوتس طبعا اللي هي كلمة كوت اللي معناها معطف. كاملز not perfect for the desert. كاملز هنا جامع، تاخد is ولا was ولا are؟ جامع طبعا على طول، الوحيدة اللي فيهم ايه؟ هنا كلمة ايه؟ are. كلمة ايه يا حبايبي؟ are. A snake is not dangerous than a fox. more ولا most ولا least؟ احنا قلنا يا جماعه لما نلاقي كلمه than ديت، كلمه than ديت لما نلاقيها في الجمله ناخد قبل منها اما er صفه er او more او less. طب يا مستر لما الاقي than باخد بعد منها برضو ثلاث حاجات، يا اما est صفه فيها est في الاخر، يا اما most، يا اما least. يبقى الإجابة هنا هتبقى إيه يا حبايبي؟ في هنا كلمة زان، الوحيدة اللي من اللي بتيجي مع زان إيه؟ آر مور أو لس، يبقى في هنا كلمة مور، الإجابة مور. chickens give us إيه؟ ها give us، أقول أنا اختارت من عندي meat، سوري meat عشان بس تبقى غلط، ولا eggs، ولا نقوله مثلا milk، ولا إيه؟ milk. ها الفراخ بتدينا ايه يا جماعه؟ ايوه بتدينا اكس، بتدينا ايه؟ اكس. الاختيارات طبعا هتبقى في الصفحه الايه؟ في الصفحه الثانيه. ايوه يا جماعه هي هنا كلمه اكس اهيت، ناخدها. هنا بيقول لي اور هارت، القلب او ايه؟ قلوبنا. المفترض دي تبقى ايه يعني؟
اور هارت ماشي عديها بلاد اراوند اور بادي، عايز اقول قلبنا بيضخ الدم حول الايه الجسم، تبقى بريزز ولا اكسرسايزز ولا بامبس، يضخ يعني ايه حبايبي يضخ اللي هي بامبس، يضخ اللي هي ايه بامبس. How not is a camel? How not is a camel? It's about 1.9 meters tall. يعني ارتفاعه 190 سنتي. تبقى old ولا heavy ولا طول؟ طالما لقيت كلمة طول تاخد كلمة طول. يعني ده ارتفاع حتى بالمتر هو. Not are green. ايه الاخضر؟ leaves ولا roots ولا soil؟ لونها اخضر ايه حبايبي؟ leaves الاوراق. طيب not have seeds inside، فيها بذور بالداخل. tomatoes lungs ears، الإجابة هنا هتبقى كلمة tomatoes، الإجابة هنا هتبقى كلمة إيه؟ tomatoes. camels have large not large flat A، so they can walk on the sand، عن الجمال عندها إيه؟ كبير ومسطح، لذلك بتقدر تمشي على الرمال، تبقى hands ولا feet ولا legs، الإجابة هنا هتبقى إيه؟ كلمة إيه؟ feet، عندها خف طبعًا إيه؟ بيساعدها في الإيه؟ في المشي على الإيه؟ على الرمال، في المشي على الإيه يا حبيبي؟ على الرمال. هنا بيكمل معايا بيقول لي a camel is not than a horse، الجمل إيه بالنسبة للإيه؟ للحصان، is إيه؟ heavy ولا heavier ولا heaviest؟ أنا عندي هنا كلمة than لسه قايلين بتاخد إيه؟ ER على طول. Elephants are not than، than تبقى thinner ولا big ولا bigger. في اتنين يا مستر ER انت كده هتلخبطنا. الفيلة ايه بالنسبة للكلاب؟ ارفع ولا اضخم؟ طبعا هي اضخم، الفيل ضخم. Let's find our city on the، يلا بينا ندور على المدينة بتاعتنا على الايه؟ map ولا tab ولا lab؟ بندور على البلدان في الايه؟ في الماب اللي هي الخريطة. In the north the weather is very hot، الجو بيبقى حر جدا في الايه؟ fall winter summer، اللي جاب هنا تبقى ايه يا حبايبي؟ summer اللي هو الصيف، طبعا fall اللي هو الخريف، اوكي winter طبعا اللي هو الشتاء، ودي معناها الصيف، ودي معناها الايه؟ الصيف. طيب هنا بيقول لي camels have large flat A، الجمال عندها ايه؟ ضخم ومسطح. feet ولا eyes ولا cars، الجمال عندها عربيات؟ لا طبعا، عينيها كبيرة ومسطحة؟ لا طبعا، الفيت اللي هي الأقدام. we breathe air through our ear، بنتنفس الهواء من الايه؟ nose ولا ears ولا eyes؟ ها through our ايه؟ ايوه noses، اوكي. we should not food well، يجب ان احنا نعمل ايه في الطعام كويس؟ chew ولا breathe ولا drink؟ الإجابة هنا هتبقى ايه؟ chew، يمضغ يمضغ. we breathe through our ايه؟ بنتنفس عبر الايه؟ eyes ولا stomach ولا nose؟ الإجابة هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ ها we breathe through our ايه؟ nose، اوكي. snakes are ايه؟ اللي التعبين ايه؟ birds ولا dangerous ولا plants؟ الإجابة هنا هتبقى ايه؟ dangerous، الإجابة هنا هتبقى dangerous معناها خطير، تمام. how not is a horse، قال له ايه؟ قال لك هنا it is about 459 كيجي، يعني 459 كيجي، يعني حوالي 459 كيلو جرام. يبقى هنا هنقوله how tall ولا how heavy ولا how fast؟ انا هنا بسأل عن الوزن يا جماعه، الوزن بنقوله how ايه؟ how heavy، how ايه؟ heavy. هنا طبعا الإجابة heavy، احنا كنا عندناها ايه ورا. we use our respiratory system to A، نستخدم طبعا الجهاز التنفسي بتاعنا لكي ايه؟ digest smell ولا breathe؟ ها بنستخدمه عشان ايه يا جماعة؟ اتنفس. what is the not animal in the world، what is the، في هنا ذا، انا قلت يا جماعة ان ذا بيجي بعد منها اي اس تي، صفة فيها اي اس تي او most او least، الإجابة هنا هتبقى big، bigger، biggest، واضحة قوي ذا تبقى تاخد الاي اس تي، اوكي. we have not in the morning، بناخد ايه في الفطار؟ بناكل ايه في الفطار؟ lunch ولا dinner ولا breakfast؟ في الصباح قصدي، يبقى هنا تبقى ايه؟ breakfast، break ايه؟ fast اللي هو الايه؟ الفطار. we use the not of camels to make clothes، بنستخدم ايه من الجمال عشان نعمل منه الايه؟ الملابس. meat ولا milk ولا fur؟ عايز اقول بنستخدم طبعا فرو الجمل، فرو الجمل عشان نعمل منه ايه؟ ملابس. not grow vegetables for us to eat، مين اللي بيزرع لنا الخضروات لناكلها؟ engineers، farmers، doctors، الاجابه هنا هتبقى ايه؟ farmers، الاجابه هنا هتبقى ايه يا جماعه؟ farmers. we use our not system to digest، كلمه digest اول ما تلاقي، بصوا يا جماعه لما تلاقي كلمه breathe اللي هي تنفس، خد اللي هو respiratory
سيستم. جميل. طيب لما تلاقي كلمه دايجست خد دايجستيف، دايجستيف سيستم تو دايجست ذا فود وي ايت. احنا طبعا وي يوز ذا دايجستيف سيستم تو دايجست ذا فود وي ايت، بنستخدم الجهاز اللي هو الهضمي لهضم الطعام. توميتوز هاف نوت انسايد، الجمله دي مهمه جدا على فكره، الطماطم فيها ايه بالداخل؟ فلاورز ولا ليفز ولا سيدز؟ الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ سيدز. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ سيدز. نوت هاف لارج بيوتيفول ايز، ايه اللي عنده عيون ضخمه جميله؟ هورسز ولا بلانتس ولا فلاورز؟ ايه اللي عيونه كبيره وايه واسعه وحلوه يا جماعه؟ اللي هي الهورسز. وي نو تشيكنز ان ايجيبت، عايز اقول احنا بنربي فراخ في مصر، بروديوس ولا ريز ولا جرو؟ هنا هنقول له يا جماعه اللي هي كلمه ايه؟ ريز، يربي. ريز معناها ايه؟ يربي. نكمل هنا مع بعض. بيقول لي ذا فينيك فوكس ليفز ان ذا ايه؟ الفينيك فوكس ثعلب الصحراء بيعيش في ايه يا جماعه؟ واضحه قوي. ديزرت ولا سي ولا سكاي؟ طبعا هي كلمه ايه؟ ديزرت. I eat vegetables not exercise. I eat vegetables not exercise. So ولا and ولا or؟ اللي طبعا ده هنا يا جماعه فعلين، عايز يعطف فعل على فعل، العطف بنستخدم and، يعني انا باكل خضروات وبتمرن. أكلت اسمه القطه صغيره. Not a horse is big. في هنا فاصله، يبقى هنا نقول on ولا so ولا but يا جماعه؟ ايوه لكن، اللي هي but دي معناها ايه؟ لكن. خلاص؟ وso دي معناها لذلك. بنقول القطة صغيرة لكن الايه؟ الحصان ضخم. الحصان ايه يا حبايبي؟ ضخم. ركزوا معايا. هنا بيقول لي وي نوت ذا بلانت افري داي، احنا بنعمل ايه في النبات كل داي؟ كل يوم. ووتر ولا ريد ولا لوك؟ الاجابة هنا هتبقى ايه؟ كلمة ووتر. احنا بن ايه؟ بنروي الايه؟ الزرع كل ايه؟ كل يوم. هورسز ار ايه؟ الهورسز دي ايه؟ بيردز ولا انيمالز ولا بلانتس؟ ايوه الهورسز يا جماعه دي بتبقى انيمالز اللي هي حيوانات. سم سيدز كان نوت اون ووتر، بعض البذور بتعمل ايه في الماء؟ نشوفها طبعا من ايه؟ من ورا. سم سيدز نوت اون ووتر، بتعمل ايه اون ووتر؟ ستيك ولا موف ولا فلوت؟ يعني بعض البذور بتعمل ايه يا جماعه؟ فلوت، تطفو، دي معناها يطفو. اوكي. وي نوت اور جاردن بلانتس افري ويك، بنعمل ايه في النباتات الحديقه كل يوم؟ ووتر ولا درينك ولا بينت؟ الاجابه هنا هتبقى يا جماعه ووتر، بنروي. وي يوز اور اي سيستم تو دايجست، انا قلت لما تلاقي كلمه دايجست بتاخد دايجستيف سيستم. وي بريديوز فيجيتابلز لايك نوت اند بوتيتوز، ايه الخضروات اللي احنا بننتجها مع البطاطس؟ اونيونز ولا بانانز ولا ووتر ميلون؟ الاجابه هنا هتبقى طبعا ايه؟ اونيونز اللي هي البصل، خضروات هنا بصل. My school is not a hospital and a post office. في هنا كلمة and، يبقى between ولا under ولا in؟ لما تلاقي كلمة and خد between، يبقى مدرستي بين المستشفى ومكتب البريد. Go ahead then turn right. Go straight ولا go street ولا go stick؟ لما أقول لك امشي طوال اسمها go straight. Go يا جماعة straight. هنا بيقول لي I live in Ramses A Park. I live in Ramses A Park ولا station ولا street؟ عايز اقول انا عايش في شارع رمسيس، تبقى ايه؟ طبعا اللي هي كلمه street معناها شارع، station طبعا محطه، وكلمه park حديقه. واضحه قوي يعني ايه الاجابه؟ واضحه قوي ايه الاجابه هنا. اوكي. Our house is very old. بيتنا قديم جدا. We want to not it repaint ولا redo ولا re-read. بيتنا قديم، يبقى احنا عايزين نعمل فيه ايه؟ repaint، يعيد دهانه. I like playing tennis. Not I can't play well. خلاص؟ أنا بحب طبعا لعب التنس، عايز أقول لكن ما بحبش الإيه؟ لكن ما بعرفش ألعب كويس، تبقى and ولا from ولا but، لكن يعني إيه؟ but. خلاص؟ طبعا أنا عندي في كلمة with وفي كلمة but. يبقى احنا يا جماعه كده عندنا ويز وبط، ويز وايه؟ وبط. ويز وبط مع لكن، مع وايه؟ ولكن. ويز وبط مع ولكن، احفظوهم دي مهمه جدا. خلاص؟ ندى loves fruits and vegetables. She is a، she is healthy، unhealthy ولا scary؟ ندى بتحب طبعا ايه؟ الخضروات. يبقى هي ايه؟ healthy ولا unhealthy ولا scary؟ بتحب الخضروات تبقى healthy صحي. unhealthy غير صحي. سكيري مخيف. خضروات اكيد طبعا ايه؟ بتبقى ايه؟ هيلثي اللي هي صحي.
What do farmers raise in Egypt؟ الفلاحين بيربوا ايه في مصر؟ نقط cows and ducks، كذا وبقر وبط. Chickens, rice, potatoes، الحيوان هنا الوحيد اللي هي كلمة chickens اللي هي الفراخ. نقط are very dangerous animals، حيوانات خطيرة. Crocodiles ولا cats ولا billy cans، اللي جابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ طبعا اللي هي كلمة ايه؟ كلمة crocodiles، التماسيح، حيوانات خطيرة. The plant cell is very A، خلية النبات بتبقى A. We use a microscope to see it، بنستخدم الميكروسكوب عشان نشوفها small ولا short ولا big، هنا هتبقى small، صغيرة جدا. To mix something again means to، كلمة يخلط حاجة مرة تانية. أنا قلت لما أجي أقول يريد عمل شيء بنقول يريد زائد الفاعل، خلاص تبقى not mix ولا mix ولا remix. طبعا واضحة قوي إن هي re إيه؟ remix. My friend has a burn، صاحبي عنده إيه؟ حرق. Hold her hand under hot water، صاحبتي عندها حرق، أعمل إيه في إيديها تحت الماء؟ cold ولا hot ولا warm؟ هحط إيدها تحت الماء إيه؟ طبعا هنا هتبقى كلمة إيه؟ cold. A أو N A collects garbage every day، مين اللي بيجمع القمامة كل يوم؟ تبقى garbage collector ولا builder ولا electrician يا حبايبي؟ اللي جاب هنا طبعا هتبقى ايه يا حبايبي؟ garbage collector اللي هو طبعا عامل ايه؟ النظافة، عامل النظافة. طبعا دولت أبطال، أبطال يا جماعة. Farmers grow nut and onions، الفلاحين بيزرعوا ايه وبصل. toys ولا computers ولا tomatoes، اللي جاب هنا هتبقى ايه؟ هتبقى tomatoes، بيزرعوا طماطم وبصل. نقط natural light in the day، ها use ولا uses ولا used، اسلوب الامر يا حبايبي بنستخدم فيه المصدر او don't زائد المصدر او don't زائد الايه؟ زائد المصدر. يبقى اللي جاب هنا هتبقى كلمة use، كما قلنا بيستخدم ضوء الايه؟ الضوء الطبيعي اثناء اليوم. babies play with، الاطفال الصغيرين بيلعبوا بالايه؟ electricity ولا screw drivers ولا plugs. هنا اللي جابها تبقى ايه؟ بلوكس يا جماعه، عليها مكعبات، خلاص ما بيلعبوش طبعا بالكهرباء وما بيلعبوش بالمفكات والحاجات دي، تمام. The night is very cold today، ايه اللي بارد قوي النهارده؟ job ولا weather ولا screw driver؟ اللي جابها هنا تبقى كلمه ايه؟ weather، كلمه ايه؟ weather اللي هي الطقس، خلاص. There is a couch and a television in the، في طبعا ايه؟ كنبه وايه؟ وتلفزيون. في الايه؟ living room ولا kitchen ولا bathroom؟ الحاجات دي بنلاقيها فين؟ التلفزيون والحاجات دي، ايوه في living room، خلاص حجره المعيشه، حجره اللي هي يا حبايبي المعيشه. هنا بيقول لي ركزوا كده، we live in a او an a on the sixth floor، ها الدور السادس، دي معناها الدور السادس، خلاص. كلمه floor بيجي قبل منها on، وطبعا ده بيتغير first second third fourth وهكذا. floor street ولا garden ولا apartment، في الدور السادس تبقى ايه؟ شقه يا جماعه، اللي هي apartment معناها شقه، عايشين في شقه في الدور الايه؟ السادس، في الدور الايه يا حبايبي؟ السادس. هنا بيقول اي، هنا بيقول no sleep in the اي، خليها اي. I sleep in the dining room bathroom ولا bedroom، النوم بيبقى في الايه؟ bedroom. Some people live in a، بعض الناس بيعيشوا في الايه؟ It's made of clothes، مصنوعة من القماش. ايه اللي مصنوع من القماش وبيعيشوا فيه؟ tent، house boat ولا كيف؟ طبعا هي tent اللي هي الخيمة. I learn in my ايه، بتعلم في الايه؟ school ولا supermarket ولا hospital؟ التعلم طبعا بيكون في الايه؟ في school، مدرسة. There is a tree not of our house، ها اوف دي بيجي معاها ايه؟ نيكست اوف ولا ان فرونت اوف ولا اون اوف؟ الاجابه طبعا هتبقى كلمه ايه؟ ان فرونت اوف. ان فرونت ايه يا حبايبي؟ اوف. نغير القلم بقى عشان خاطر الايه؟ المساحه. هنا بيقول لي ريد اند ري اوردر تو ميك سنتنسز، اقرا ورتب لكي تكون ايه؟ جمل. هنا بيقول لي ابدا بكلمه كان، هنا بيقول لي فلاورز سي كان ذا يو، عايز اقول هل انت تستطيع ان ترى الورده؟ هتبقى كان ايه يا جماعه؟ هنبدا من هنا كده، كان انت يعني ايه؟ يو الفعل اللي هو يرى، سي الورد اسمه ذا فلاورز، ذا ايه؟ ذا فلاورز. كان يو سي ذا فلاورز، هل انت شايف الورد؟ تمام كده. طيب الجمله الثانيه بتقول لي سمول ذا فيش بليكان ايتس، عايز اقول ان البدعه بتاكل السمك الصغير تبقى ذا بليكان، ده ايه يا جماعه؟ ذا بليكان تأكل اللي هي eats، لازم الفاعل ثم الفاعل، البيلي كان هي الفاعل، eats هي الايه؟ الفاعل. البيلي كان eats السمك الصغير small fish، small ايه يا حبايبي؟ fish. طيب
هنا بيقول لي need water and sunlight plants. قال لك هنا ابدأ بكلمة plants، هنبدأ من هنا عشان دي جملة طويلة شوية، تبقى plants نباتات. تحتاج بقى اللي هي الفعل ايه اسمها need. need ايه يا جماعة؟ water بتحتاج الماء، و اللي هي and، sunlight اللي هي ضوء الشمس، sunlight اللي هي ضوء الايه؟ ضوء الشمس. هنا بيقول لي هورس هاو تول از ا، دي سهله قوي. هنا هنبدا بهاو تول، هنقوله هاو تول، هاو تول. الفعل بعد منها از، الفعل بعد منها ايه؟ از ا هورس، از ا هورس. كم طول الحصان؟ كم طول الايه؟ الحصان. هنا بيقول لي كان وات سيدز يو ايت، عايز اقول ايه نوع البذور اللي انت ممكن تكون بتاكلها. يبقى وات سيدز، وات ايه سيدز، هنبدا بيها يعني مش محتاجه الكلام ده. الفعل المساعد دايما بيبقى كلمة هنا كان في الجملة دي، طبعا كان كود وماي ومايت وويل وود ام از اور ووز وير، الكلام ده دو داس ديد، تمام. وات سيدز كان يو ايه؟ كان يو ياكل اللي هي ايت، ايه البذور اللي انت ممكن ايه تاكلها. رقم 6 بتقول لي ليفنج روم ذا كاوتش ان زيرز، قال لي ابدا بزيرز، يبقى هنبدا بكلمه زير از اللي معناها هناك او يوجد، زير از خلاص. يبقى زي هنقوله هنا ايه حبايبي، زير از اللي هي معناها هناك او يوجد. زير از ايه بقى؟ يبقى ا كاوتش، هناك كنبه، زير از ا كاوتش. في اللي هي ان ذا بيد روم، ان ذا ايه سوري ان ذا ليفنج روم، ان ذا ليفنج روم، هناك كنبه في حجره الايه الجلوس او حجره المعيشه، خلاص حجره المعيشه. ثينر اليفانتس اور دوجز ثان، عايز اقول يا جماعه ان الكلاب يعني ارفع، او ان الكلاب ارفع من الايه من الفيلة. يبقى هنا هنبدا بكلمه دوجز، هنبدا بكلمه ايه؟ دوجز. دوجز دي جمع تاخد ايه؟ الفعل ار. في المقارنه بنقول الصفه اللي هي دي ار بعدها ام از ار، يبقى هنا دوجز ار ثينر، دوجز ار ايه؟ ثينر، ثينر ذان، ثينر ذان اليفانتس. يبقى الكلاب ارفع من الايه من الفيله، خلاص. معروف يا جماعه ان انا بقول لما باجي اعمل اللي هي المقارنه، لما باجي اعمل المقارنه بعملها ازاي؟ بقول طبعا فاعل، فاعل ام از ار صفه اي ار ذان، هنا طبعا ايه فاعل تاني او ايه او مفعول، فاعل او مفعول تاني، خلاص. هنا بيقول لي يور روم ويتش فيفورت از، يبقى هنا هنبدا بكلمه ايه؟ ويتش. هنا هنبدا بكلمه ايه يا جماعه؟ ويتش. ويتش بيجي بعد منها ايه؟ اسم، يبقى ويتش روم، ويتش ايه؟ روم، خلاص. ويتش روم ايه؟ از يور فيفورت، از يور فيفورت، اي حجره فيهم مفضله لديك؟ طب يا مستر انت حلتها كده، وفي مستر تاني قال لنا ممكن تتحل بطريقه تانيه اللي هي ايه؟ ويتش از يور فيفورت روم، يعني الجمله دي، الجمله دي معلش اصبر لحظه كده، الجمله رقم 8 دي اهي كمان بطريقه ثانيه، ممكن نقول which is your favorite room. اوكي، دي طبعا ايه طريقه حل ثانيه للجمله رقم 8. الجمله رقم ايه يا حبايبي؟ 8. In rain gazelles desert that live صحارى، عايز اقول ان الرين جازل بيعيش في الصحارى، يبقى هنا هقول ايه؟ رين جازل، رين جازلز، غزالات الرين او غزال الرين، يعيش اللي هي لاف، يعيش اللي هي ايه؟ لاف، خلاص. في اللي هي ان الصحراء بقى اللي هي الصحراء الكبرى اسمها ايه؟ ان ذا صحارى ديزرت، صحارى ديزرت. اوكي، ذا اور بلامرز ذيز تولز، عايز اقول ايه بقى يا جماعه؟ عايز اقول ان دول ان الادوات دي بتاعه الايه السباك، ذيز، يبقى هنا هنقول ذيز ايه؟ ذيز، الفعل بعد منها ايه؟ اور. ذيز ايه؟ ذيز اور ذا بلامرز تولز، ذا بلامرز تولز، خلاص. طيب فارمرز دو وات جرو، قال لك ابدا هنا بوات، يبقى هنا هنقول وات ايه؟ وات دو فارمرز جرو، وات دو فارمرز ايه يا حبايبي؟ فارمرز جرو، ماذا يزرع الفلاحين؟ طيب هنا بيقول لي ديليفرز باكجز امير كارير
letters and. هنبدأ بكلمة a mail carrier. أهي يا جماعة أنا بدأت كتبتها، طهروني كتبتها كده. ماله بقى؟ delivers. الميل كارير ده delivers إيه بقى؟ كذا وكذا. يبقى packages and letters أو letters and packages. letters and packages. خلاص؟ letters and إيه يا حبايبي؟ packages. يعني اللي هو وسائل البريد بيوصل الخطابات والطرود. beautiful look animals at these. عايز اقول لك انظر الى هذه الحيوانات الجميله. هنقول هنا نبدا بكلمه look، انظر. look at، انظر الى هؤلاء اللي هي these، حيوانات جميله. beautiful animals، طبعا انا بحط الصفه قبل الاسم في الانجليزي. beautiful animals يعني جميله حيوانات. اوكي، ده بالنسبة لإيه الجملة دي. هنا بيقول لي school helps who you get to. عايز أقول مين اللي بيساعدك توصل للمدرسة، طبعا اللي هو الباص درايفر. يبقى هنا هنقول إيه؟ who يساعد، اللي هي helps يساعدك، helps you خلاص يصل إلى المدرسة. get to، get to school، get to إيه؟ school. أوكي، هنا بنكمل مع بعض. بيقول لي strong a pelican close has. عايز اقول ان البليكان يا جماعه البلعه عندها طبعا ايه؟ مخالب حاده. يبقى هنا هقول a pelican، pelican البلعه دي يا جماعه اللي هي بتاخد السمك من الصيادين في الصين. البلعه دي a pelican تمام has، لديها. عايز اقول مخالب حاده، يبقى ناخد الكلمه القويه الاول اللي هي كلمه strong ومخالب قوية. strong close، strong ايه؟ close. have roots that soil under. عايز ابدأ بكلمة ايه؟ بكلمة ايه؟ that. يبقى هنا هنقوله ايه؟ ثواني، هي الجملة فيها مشكلة كده. have roots that soil under. عايز اقول ان الجذور يا جماعة، ان الجذور بتنمو تحت الايه؟ التربة. يبقى the roots grow، مفترض مكان دي تبقى كلمة grow اهي. the roots grow under the soil. under the ايه؟ the soil. هي الجملة طبعا ايه مكتوبة؟ كلمة grow مكتوبة ها، وهتبقى grow مكانها. to we grow eat plants bean. عايز اقول احنا بنزرع الفول عشان ناكله. يبقى we ايه؟ يبقى we grow، نحن نزرع. we grow خلاص. بين بلانس، بين بلانس نزرع نباتات الفول. تو ايت لكي ناكلها، لكي ناكلها. بروديوس من ايه؟ فارمرز ايجيبشن ثينكس. عايز اقول الفلاحين المصريين بينتجوا اللي هي طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ العديد من الاشياء. يبقى ايجيبشن فارمرز، ايجيبشن ايه؟ ايجيبشن فارمرز، Egyptian farmers اللي هم الفلاحين المصريين. مالهم بقى؟ produce many things، بينتجوا اشياء كثيره جدا. have inside tomato seed، الجمله دي مهمه جدا، هتبقى تبدا بكلمه tomatoes. عايز اقول ان الطماطم فيها بذور من جوه، تبقى ايه؟ tomatoes. have بذور اللي هي طبعا كلمه seeds. inside كلمه ايه يا جماعه؟ inside. green are tomatoes red before are they. عايز اقول ان الطماطم بتبقى خضراء قبل ما تبقى حمراء. يبقى نبدا بكلمه tomatoes، نبدا بكلمه ايه؟ tomatoes are بتكون خضراء، are green before قبل هما اللي هي زي بتكون خضراء حمراء. are red، are ايه حبيبي؟ red. يبقى tomatoes are green before they are red، الطماطم بتبقى خضراء قبل ما تحمر. think I rice grow we Egypt in. عايز اقول انا اعتقد ان احنا بنزرع الرز في مصر. انا اللي هي I تحت خط هي I think. I ايه؟ I think. نحن اللي هي we يزرع grow الارز rice في مصر in Egypt. لما تلاقي in زائد بلد او in زائد دولة، بلد او in زائد سنة او in زائد شهر او انزل التاريخ او انزل الديت، خدها حطها دايما في اخر الجمله.
هنا بيقول لي هنا we raise I think Egypt chicken in. عايز اقول انا بعتقد ان احنا بنربي فراخ في مصر، يبقى I think برضو انا اعتقد عرفوها I think نحن اللي هي we يربي. طبعا انا هنا قلت صح كده I think we air مع grow sorry grow raise I think we raise طبعا ده حرف كتب غلط I think we raise ايه بقى يا جماعة chicken فراخ chicken in Egypt in A in Egypt okay 23 هنا بتقول لي very do they job important. عايز اقول هما بيعملوا وظيفة مهمة جدا، يبقى هنا هنقولوا ايه they يعمل اللي هي do خلاص. عايز اقول وظيفة مهمة جدا، ومفترض احط هنا كمان يبقى a very important job. انا عايزك تعرف ديت او ان كلمة very ثم الصفة، اعرف لي التكوينة دي مهمة جدا. طبعا بيجي بعد منها حرف لا مفيش ان بقى، عشان خاطر اصلا كلمة very هنا دي الحرف ال في كونسونت. a very صفة زائد اسم، صفة زائد ايه؟ اسم. يبقى a very نكتبها مثلا ايه؟ نكتبها هنا تاني اهيت a very صفة اسم. احفظ لي الصيغة دي مهمة جدا. يبقى هنا بنقوله زي دو a very important job. اوكي some special I us for food. ها يبقى هنا هنقوله ايه؟ الجملة دي برضو فيها غلطة. some special I use for food. يبقى هنا هيبقى فيها الجملة دي فيها غلطة يا جماعة، هنلغيها خالص عشان خاطر ايه؟ هتضيع مننا الايه؟ الوقت. فيها ايه؟ فيها غلطة. we do have tomatoes new grow. يبقى عايز اقول كيف، طبعا علامة الاستفهام تبقى في الاخر، هتبقى كيف اللي هي how فعل مساعد do نحن we how do we خلاص grow how do we grow new tomatoes how do we grow new tomatoes. اوكي هنا بيكمل معايا وبيقول لي there are white green tomatoes. عايز اقول ليه الطماطم خضراء، يبقى why الفعل المساعد هنا are، يبقى why are الفاعل بقى اللي هو الطماطم the tomatoes why are the tomatoes خضراء اللي هي كلمه green خضراء اللي هي كلمه ايه يا حبايبي green، يبقى why are the tomatoes green. 27 بتقول eat the small pelican fish. لسه عاملين جملة زي دي بالظبط، يبقى the pelican eats small fish. the pelican eats small يا جماعة fish. طيب spiders like farmers. عايز اقول الفلاحين بتحب العناكب، يبقى farmers نبدأ بكلمة farmers. يحب طبعا اللي هي كلمة like كلمة spiders سبايدرز الفلاحين بتحب العناكب طبعا لانها بتاكل الايه الحشرات. هنا بيقول لي ريدي از لانش. عايز اقول ان الغداء جاهز، تبقى لانش از ريدي. طيب ووتر فريش هورس درينك. عايز اقول ان الحصانه بتشرب الميه دي النظيفه، يبقى هورس يشرب درينك خلاص مية نظيفة. طبعا احنا بنحط الصفة الأول اللي هي كلمة fresh water، يعني الحصان دايما تشرب من المكان اللي الحصان بيشرب منه لأنه ما بيشربش غير مية نظيفة دي، سبحان الله يعني الحصان كده. eat birds insects they lizards and. عايز أقول إن هما ثواني كده يا جماعة عايز دي مش هتبقى زي يعني دي هتبقى زي حرف الواي ده زياده، يبقى هنبدا بذا هنبدا بايه؟ بذا الطيور اللي هي كلمه ايه؟ birds. عايز اقول الطيور تاكل الحشرات والسحالي، يبقى the birds ياكل اللي هي eat حشرات insects واللي هي and السحالي lizards. يبقى the birds eat insects and lizards هي كده طبعا ايه جملة صحيحة. that is the fox animal scariest.
عايز اقول ان الثعلب هو اقصر الحيوانات الايه، هو خواف على فكره، هو مش مخيف. تمام، يبقى ذا فوكس از. طبعا احنا قلنا لما بنيجي نكون اللي هو او الصيغه بتاعت اللي هي المقرب من فرد ومجموعه دي بنقوله از صفه اي اس تي، از سكيرست، از سكيرست انيمال، اكتر حيوان يعتبر ايه خواف هو الايه الثعلب. مخيف طبعا بالنسبه للحشرات والحاجات اللي هو بيفترسها. ار فيري سبايدرز هيلبفول، عايز اقول ان العناكب يعني خدومه او مفيده، يبقى سبايدرز ار، طبعا حرف الاف ار المفترض يبقى سمول زي ما كتبت كده، سبايدرز ار فيري هيلبفول. اوكي، اور تشو وي فود تيث ويز، عايز اقول ان احنا بننضغ الطعام باسناننا، يبقى وي خلاص we chew our food with teeth. with ايه يا جماعه؟ with teeth، يعني احنا بننضغ الطعام بالاسنان. connect the electricity electrician، عايز اقول ان اللي هو الكهربائي بيوصل الكهرباء، بيوصل الايه يا حبايبي؟ الكهرباء. اقولها ازاي؟ يبقى the electrician، the electrician اللي هو الكهربائي. ماله؟ connects الكهرباء اللي هي طبعا ايه؟ electricity، اللي هي كلمة ايه؟ electricity. هنا بيقول لي make my eye friend slap jack four، عايز اقول انا بصنع بسكوت الشوفان لاصدقائي، تبقى اي يصنع اللي هي make بسكوت الشوفان اسمه flap jacks لأصدقائي، for my friends، for my friends. خلاص دي فيها مشكلة. هنا بيقول لي the off turn light، عايز أقول لك طفي النور تبقى turn off the light، turn off تتنطق off، الثانية بتتنطق off اللي هي بالإف لوحدها، turn off the lights طفي الايه؟ النور. هنا بيقول لي ذا كروكودايل هيوج از سكيري اند، عايز اقول ان التمساح ضخم ومخيف، يبقى ذا كروكودايل، ذا كروكودايل، كروكودايل از ايه بقى؟ ضخم هيوج اند سكيري، ضخم ومخيف. كروكودايل التمساح از يكون هيوج ضخم اند سكيري مخيف. يوز dogs the screwdriver mechanic، او سوري does مش dogs، عايز اقول هل الميكانيكي بيستخدم طبعا المفكات والمفاتيح والحاجات دي، تبقى does الميكانيكي اللي هو ده ميكانيك، does the mechanic يستخدم use a screwdriver، a screwdriver علامة الاستفهام. هنا بيقول لي under roots the grow soil، عايز اقول ان البذور تنمو تحت التربه، تنمو تحت ايه يا جماعه؟ تنمو تحت التربه. اقولها ازاي؟ يبقى هنقول the roots، the roots grow under the soil، under the ايه؟ the soil. خلاص؟ houseboat lives my friend on، عايز اقول صاحبي عايش في بيت مركب، يبقى هنا my friend، my ايه؟ my friend يعيش اللي هي lives في اللي هي on a houseboat، on a houseboat. خلاص طبعا هنا الايه مش مكتوبه، هضيفها انا كده زياده تبقى ايه؟ a houseboat. helpful spiders are، عندنا لسه الجمله دي هتبقى spiders are helpful. learn school at I، عايز اقول انا بتعلم في المدرسة هتبقى I learn at school، I learn at a school. طيب re-cleaned منى her bike، عايز اقول منى عاد تنظيف عجلتها، تبقى منى re-cleaned her bike، her ايه يا حبايبي؟ bike. طيب أمام is my city this of، عايز أقول هذه تمام تمام خريطة ل خريطة لمدينتي، يبقى this is a map، this is a map هذه خريطة of my city، my إيه يا جماعة؟ city،
This is a map of my city. هذه خريطة لمدينتي. هذه خريطة إيه؟ مدينتي. R for camels perfect for the desert. عايز أقول الجمال مناسبة جدا للصحراء. يبقى camels are perfect for the desert. For the the desert. الجمال مناسبة للصحراء. Right and go turn straight. يبقى عايز اقول لك امشي طوالي واحد يمين. اقولها ازاي؟ go straight. امشي طوالي go straight. go straight and turn right and turn. الموضوع الاتجاهات ده مهم جدا. جمل الاتجاهات. go straight and turn right. good life in Egypt is. عايز اقول الحياة حلوة في مصر تبقى life is good in Egypt. in a in Egypt. okay. وحط ايه؟ وحط علامة التعجب. خليها ايه؟ خليها نقطة. احنا بنعمل ايه؟ خبر يعني. هنا بيقول لي the most flower rose beautiful is. عايز اقول الوردة طبعا ايه؟ اجمل ايه؟ الزهور. اللي هي يبقى هنا نبدأ بكلمة a rose. ايه؟ a rose is the most جميلة beautiful flower. يبقى rose is the most beautiful flower. اوكي. هنا بيقول لي have horses large eyes. عايز اقول الحصانة لديها عيون ضخمة. هتبقى horses have large eyes. اوكي. هنا بيقول لي raise in Egypt we chickens. عايز اقول احنا بنربي فراخ في مصر. هتبقى we raise chickens in Egypt. in ايه يا حبايبي؟ in Egypt. طيب air knows in we throw our praise. يبقى هنا هنقول we ايه؟ we praise. خلاص احنا بننفس ايه يا جماعه؟ air. We breathe in air through our noses. خلاك بالايه؟ بالجمع. do where live you. عايز اقول اين انت تعيش؟ where do you live. اين تعيش؟ خلاص الاجابه طبعا بتقول I live in مكان. طيب grow Egypt rice in we. عايز اقول احنا بنزرع رز في مصر. يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى we grow rice في مصر. in Egypt. طيب inside have tomato seeds. عايز اقول ان الطماطم فيها بذور في الداخل. تبقى tomatoes have seeds inside. اوكي. هنا بيقول لي you make how flapjacks do. هنا بيقول لك ابدا بهاو. كيف تصنع الايه؟ بسكوت الشوفان. تبقى how do you make flapjacks. كيف تصنع بسكوت الايه؟ الشوفان. طبعا كلمه الاستفهام الفعل المساعد do ثم الفاعل you ثم المصدر ثم الايه؟ التكمله. chickens Egypt we in raise. الجملة دي احنا لسه عاملينها يا جماعة. we raise chickens in Egypt. خلاص الجملة دي تمام اهيت حتى موجودة اهيت. we raise chicken in Egypt. ears has a fox big fennec. عايز اقول ان الفينك فوكس عنده ودان كبيرة. يبقى as a fennec fox. ده فينك فوكس لديه. تبقى has ودان ضخمة. تبقى big ears. big ايه؟ big ears. okay. is flower the how big. كيف عايز اقول كم حجم الوردة. تبقى how big اللي هو قال لي ابدأ بيها دي. ثم الفعل المساعد is the flower. how big is the flower. a fox than a snake more dangerous is. يبقى عايز اقول ان التعبان اخطر من الايه؟ من الثعلب. يبقى a snake is الفاعل ثم is ثم الصفة الطويلة اللي هي more dangerous. is more a dangerous.
من اللي هي كلمه زان a fox. يبقى a snake is more dangerous than a fox. زان ايه حبايبي؟ a fox. هنا بيكمل وبيقول لي eat insects spiders. عايز اقول لاماكن بتاكل ايه الحشرات، يبقى spiders تاكل اللي هي eats insects. Okay. Smalls, a plant cell is very. عايز اقول ان خلية النبات صغيرة جدا، يبقى the plant cell، ده plant cell اللي تحت الخط دي، the plant cell is very small. House his repented he. عايز اقول هو طبعا ايه اعاد دهان بيته، تبقى he repented، الفعل he repented بيته، تبقى his house. his ايه يا جماعة؟ house. need water and sunlight plants. الجملة دي برضو لسه عاملينها في الصفحة اللي فاتت، يبقى plants اكتبها مرة تانية، plants تحتاج اللي هي need، كلها جمل متكررة يا جماعة. need ايه؟ need water and sunlight. water and sunlight. طيب is an elephant a mouse smaller than. عايز اقول ان الـ الـ ان الـ فار اصغر من الايه؟ من الفيل. اصغر من ايه بقى؟ ماوس. الفعل هنا ايه؟ از. الصفه تبقى سمولر زان. سمولر ايه؟ زان. اي ار زان على طول، يبقى ماوس سمولر زان دي ان اليفانت. ان ايه؟ اليفانت. تمام كده. هنا بيقول لي في رقم 66 لافز and chocolate fatten ice cream. عايز اقول فاتن بتحب الشوكولاته والايس كريم، يبقى فاتن تحب، loves شوكولاته chocolate and ice cream اللي هو ايه؟ ice cream. ice cream اللي هو ايه يا جماعه؟ ice cream. طيب the green white tomatoes are. السؤال ده متكرر برضه، يبقى why or الفعل المساعد، the tomatoes المفعول في الفاعل، the tomatoes green. why are the tomatoes green؟ طيب we water everyday plants. عايز اقول نحن نروي الزرع كل يوم، يبقى we يروي water الزرع اللي هو plants كل يوم. كل يوم اللي هي every day. every day. okay. dangerous crocodiles animals are. عايز اقول ان التماسيح حيوانات خطيره، برضو عاملين السؤال ده قبل كده، يبقى crocodiles. crocodiles مالهم بقى؟ are dangerous animals. are dangerous ايه؟ dangerous animals حيوانات خطيره. games love playing video. ها are. عايز اقول انا بحب لعب ايه؟ العاب الفيديو، تبقى I love انا احب ايه؟ يلعب يعني ايه؟ playing العاب الفيديو، فيديو جيمز، فيديو جيمز. ده بالنسبه لاسئله بنك المعرفه الخاصه بالاختياري وري اوردر. يعني ان شاء الله انا مش يعني انا ممكن اعملهم تاني، ممكن اكمل دلوقتي الايه، ممكن اكمل الفيديو، بس الفيديو هيطول قوي، فانا هنزل الفيديو ده وان شاء الله باذن الله بكره هنزل لكم باقي الايه، باقي انماط الاسئله. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، واتمنى من الله ليكم جميعا الايه التوفيق ان شاء الله. ما تحرموناش طبعا يا جماعه من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام عشان كلنا ناخد الاجر، وكمان ما تحرموناش من الايه، من الاشتراك في القناه وعمل لايك على الفيديو، ويا ريت تعليق طبعا محفز كده لينا، التعليقات دي بتفرحنا جدا يا جماعه. وشيروا الفيديو لاصدقائكم عشان خاطر الفايده تعم علينا كلنا، واللي عنده ديفكت او عنده مثلا قصور في حته معينه يفهمها معانا ان شاء الله. كان معكم مستر حمدي الحارس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.